بنرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، وبنرحب بخبيرنا التحكيمي المتميز دائما كابتن ناصر عباس. كابتن ناصر اهلا وسهلا بحضرتك. تحياتي لك كابتن ايمن، وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناه النادي الاهلي في كل مكان. تحياتي للنجوم الكبار كابتن شريف عبد المنعم، كابتن علاء ميهوب، والكابتن اسامه عرابي، وكابتن احمد بلال. اهلا بيك كابتن. الله يخليك. مبروك النادي الاهلي، وان شاء الله باذن الله نبارك ان شاء الله باذن الله كابتن ايمن في المباراه القادمه ان شاء الله نبارك له، وهارد لك لنادي الرجاء. خلينا نروح للحكم والمباراه النهارده كابتن. كانت صعبه تحكيميا على الحكم جان جاك ناديلا، اللي هو مرشح بقوه كابتن شريف لكاس عالم اللي جاي. يعني ده احد الحكام اللي هم مرشحين لكاس العالم 2022، وطبعا الاتحاد الافريقي بيعول عليه في الفتره اللي جايه. نروح لكمان الفار النهارده كان ليه دور كبير جدا جدا كابتن احمد. الفار النهارده كان دور ايجابي جدا في حسم اهم لعبتين، وهي ركله الجزاء الاولى اللي هي صحيحه 100% للنادي الاهلي، وهقول لما تيجي الحاله وهنشرحها. والحاجه الثانيه في الهدف اللي هو الثاني اللي هو حسين شحات احرزه، ايضا كان الفار ليه دور كبير وما خدش وقت كابتن علاء، وده اللي احنا بنتكلم فيه، ان الفار النهارده كان عنده الاليه السريعه ان هو يحسم الهدف اللي هو صعب جدا جدا جدا، وهنشوف يمكن الصوره معانا وهنشوف الحالتين دولت اللي هم مهمين. ولكن انا بس باخد على الحكم حاجه بس كابتن علاء، هي ان النهارده يعني لعيب الرجاء ومن حقهم ان هم تفننوا في اضاعه الوقت للاسف الشديد. وانت كحكم المفروض يبقى انت يعني تكون ضد هذا الكلام، لان الفير بلاي دايما بينصح انك انت لابد انك انت كحكم تستأنف اللعب بسرعه، لكن النهارده الحكم للاسف الشديد هو ساعدهم كابتن اسامه. يعني الحكم كان النهارده ساعد هؤلاء اللاعبين على ان هم يضيعوا الوقت اكتر من مره، لدرجه ان عندنا كابتن فريق اللي هو كان عنده بطاقه صفراء وارتكب خطا، هو اضاعه الوقت راح له، يعني المفروض انت طالما رحت بقى تدي الانذار الثاني والطرد، هو طبعا راح وطبعا وما اداش الانذار الثاني. الحاله دي معانا اللي هو رقم 5. انما النهارده انت فنيا كنت كويس والفار كان كويس، القرارات التحكيميه كانت جيده في ركلتي الجزاء وفي الهدف المحتسب، ولكن نتكلم بقى في موضوع ضغط الوقت. النهارده كمان يمكن لعيب النادي الاهلي النهارده كان المفروض النهارده كمان يروحوا للحكم كابتن احمد، يعني يحسسون يضغطوا عليه، يعني دي مهمه جدا جدا كابتن. انا بتكلم كمان تحكيم كحكم لابد ان يضغط عليه، يعني مش عيب ان انا بطلب بحق كابتن شريف في اضاعه الوقت. يعني النهارده 5 دقائق بيحسموا الشوط الثاني، الشوط الثاني النهارده مش اقل من 8 9 دقائق، صح؟ ضايع. هنروح للحاله اللي هي الاولى ونشوف تحليل الاداء التحكيمي في هذه الحاله. هنا بنتكلم بالكون الكابتن علاء، الفار هناك شاشات خاصه توضح الالعاب اللي فيها لغط، تمام يا كابتن علاء؟ يعني مش كل اللي احنا بنشوفه على المشاهده هنا اللي بيروح للفار، الفار هنا عنده كاميرات خاصه وعنده حالات خاصه. هنا بنقول هنا اليد. اليد هنا في وضع غير طبيعي، يعني ايه في وضع غير طبيعي؟ عندما تكون وضع اليد في وضع غير طبيعي ومكبره الجسم، هنا بنحتسب على طول لمسه يد، سواء الكره كانت خارج منطقه الجزاء او داخل منطقه الجزاء. البعض قال لك ده الكره جت في الفخذ ثم ذهبت للايد. انا معاك، حتى لو الكره جت في الفخذ يا كابتن احمد طبقا للقانون، بنقول لو ارتدت الكرة من جسم اللاعب من أي مكان ثم ذهبت إلى يديه اللي هي مش في وضع طبيعي ومكبرة حجم الجسم، أيضا مخالفة لمس الكرة باليد. ولكن أنا شايف إن هنا الكرة بتصطدم في اليد اللي هي مش في وضع طبيعي، وبالتالي هنا ركلة جزاء من الفار. مادي عبيد النهارده كان حكم شاطر النهارده في الفار، لم يتردد في احتساب هذه الحالة، وأنا بقول ركلة جزاء صحيحة اللي هي ركلة جزاء الأولى اللي هي عمرو السولية سجل منها الهدف الأول. الحالة الثانية، شوف دقة التسلل هنا وبشيد بالحكم المساعد كابتن احمد رقم 1، وده برضك مرشح لكاس العالم. شوف صعوبة اللعبة كابتن، هنا بنتكلم في ايه؟ بنتكلم في تقريبا يمكن الركبة هي مغطية تسلل من لاعب رجاء. هنتكلم في اللعبة، الكرة اتلعبت بالعرض من لاعب النادي الاهلي هنا لحسين الشحات، هتعدي طبعا كل الناس ديت، ونشوف دقة تميز الحكم المساعد في تمركزه وفي قراءته لصحيح اللعب ان هو سمح باستمرار اللعب. وبالتالي هنا بنقول ان الفار كان شاطر جدا، جاب لنا الحاله واللعب استأنف، وهنا هدف صحيح للنادي الاهلي في هذه الحاله. الحاله بعد كده، انا النهارده يعني من غير ما اقول ان اللاعب يعمل الكلام ده كابتن علاء، يعني هذا اسلوب غير لائق ابدا ان اللاعب النهارده يمسك الشورت بتاع الحكم
عشان هيدي له بطاقه. يعني هذا الكلام طبعا يعني يجب على نادال النهارده ياخد باله من الحاجات دي. الحاجات دي طبعا صعبه جدا جدا ان الحكم يعني اللاعب يمسك ايدك او يمسك الشورت دي دي دي، ما تخليش حد يقرب منك، ولابد انك انت تاخد اجراء في هذه الحاله. الحاله الاصعب بعد كده بقى للمساعد الحكم لاينزمان بالظبط، يعني مش ممكن ابدا اللي بيحصل النهارده ده. دي لقطه فعلا يجب ان هو لجنه الحكام في الكاف لابد ان هي تقف عندها. هنا بنشوف هنا في انذار للاعب، تمام، يعني هو ده الانذار نتيجه ان هو طبعا مسك الشورت بتاع الحكم. الحاله بعد كده هنا ألي جانج، هنا بنقول التهور، والتهور هنا دايما بنقول ان هو ما فيش فيه فصال يا كابتن احمد بطاقه. يعني لابد ان هنا انا كلاعب النهارده خلي بالي من النقطه ديت، وانا رايح مش هنجح في لعب الكوره يبقى انا اعمل بس اامن نفسي ما اخشش بهذا الدخول اللي انا خدت فيه بطاقه صفراء ممكن تبقى سبب في ان انا اخد البطاقه الثانيه وتبقى مشكله بالنسبه لي. هنا بطاقه لأليو وبطاقه صحيحه للانذار. نشوف الحاله الثانيه بعد كده. كابتن هنا بنتكلم في الماده 12 وهي منع فرصه محققه لتسجيل هدف. يعني ايه منع فرصه محققه؟ هذه الكره لو عدت الايد جول جول مفيش فيها كلام، وبالتالي هنا لما يتردد الحكم نداله، وده كان قرار يعني كان قرار صحيح في ان هذا اللاعب لما حط ايديه في الكوره منع الكوره من دخول المرمى طبقا للقانون، منع فرصه محققه وهي بطاقه حمراء مباشره، ودوت اللي عمله الحكم في هذه الحاله. ما كانش محتاجه مراجعه من الحكم الفار، وبالتالي هنا ركله جزاء وطرد صحيح للاعب مدافع نادي الرجاء. بعد كده بنشوف هنا خمسه محسن متولي، محسن متولي ده هو واخد انذار، واخد انذار. تخيل الحكم بيقطع بتاع حوالي 40 يارده بيروح له. انا النهارده لما اروح للاعب في هذه الحاله هو ده وقت، هو عنده بطاقه لابد اديله بطاقه احمر على طول، بديله بطاقه الصفراء الثانيه مظبوط، وبعدين اطلع الاحمر. ما ينفعش انا الحكم النهارده انا بداري على خطا لاعب، هو هنا تعمد اضاعه الوقت طبقا للقانون، بطاقه ثانيه والبطاقه الحمراء، ولكن للاسف الشديد هو راح بردك حذره. التحذير ده بيجي في اول مره بس يا كابتن ايمن، ما بيجيش في البطاقه ابدا مظبوط. ده اللي احنا بنتكلمه على الحكم نداله. نشوف بعد كده هنا اللقطه الشهيره اللي احنا بنتكلم فيها كده. انا كحكم او حكم ساعد او حكم رابع انا عندي اليات القانون اللي ان انا ممكن من خلالها اخد حقي. لو لاعب جه النهارده احتك بيك كابتن احمد، انا النهارده ما يجب عليا انا كحكم ان انا امسك اللاعب بهذا الشكل. يعني هذا الحكم المساعد لابد ان هو يحاسب على هذه اللقطه من غير ما اقول النهارده انا كلاعب او كحكم اخد حقي بايديا. ودي ممكن لقطه اللي هي كانت اخر اللقطه تقريبا معانا، ولكن بشكل عام قلنا قرارات التحكيميه النهارده لم تؤثر في نتيجه المباراه، ولكن كانت عادله باستثناء اللي هو اضاعه الوقت اللي هي كان مبالغ فيها من لاعبي الرجاء اللي هم تفننوا. يعني انا تفننوا واحنا على ملعبنا كابتن ايمن في اضاعه الوقت والحكم لم يحسب هذه الامور. اتمنى ان شاء الله باذن الله التوفيق للنادي الاهلي في المباراه القادمه، ونبارك باذن الله على الصراحه.